في ظل سلسلة المبادرات التي تسعى إليها الكاتبة والمستشارة الدولية السيدة هنادي عباس لتمكين المرأة وتعزيز دورها، افتتح مؤخراً سنتر التجميل بارادايز بلس في صور سنتر الساحلي، وذلك بحضور النائب أيوب حميد، النائب علي خريس، وعدد من الفعاليات السياسية والدينية والبلدية والاجتماعية ومدعوين. بداية كانت كلمة للسيدة هنادي عباس أثنت فيها على كل من شارك ودعم وحضر، وشرحت بإيجاز عن مبادراتها التي بدأت تطلقها في لبنان. تلاها كلمة للنائب أيوب حميد، ثم توجه الجميع لقص شريط الافتتاح، كما جال الحاضرون في أرجاء السنتر للتعرف على أهم ما يقدمه من أجل جمال باهر. المركز الأول بالجنوب الشامل لجميع خدمات المرأة التجميلية، من شعر لأظافر لمكياج. عندنا قسم خاص بالسبا، عندنا عيادة اللي بيرأسها الدكتور رائد رتال، هو اختصاصي جراحة وجه، والعديد عندنا عيادة بنتداور فيها ما بين دكاترة التجميل ودكاترة جراحة ودكتورة نسائية. هيدا بقسم العيادات. عندنا قسم السبا اللي هو بيشمل على الحمام المغربي، بيشمل على المساج الآسيوي التايلاندي، بالإضافة للسليمينج لنحت الجسم والعديد من الخدمات. هيدا المركز كانت فكرته أن يكون في مركز مثل ما نحن بنقول إلنا سميناه نحن، ما مش لازم تروحي على بيروت جمالك صار عنا بصور، لفكرة لوضع فكرة مشروع متكامل بيختص بجمال المرأة. بنشكر جميع من حضر وبنتمنى التوفيق إن شاء الله. أنا بتشرف بقبول السفيرة هنادي عباس دخولي معها بمشروع التجميل اللي افتتحته بصور، وإن شاء الله رح يكون مشروع كتير حلو، في خدمات كتير مميزة ومتطورة ومكانات حديثة خاصة بالتجميل، ونحن دائما نسعى لكل شيء متطور موجود بالعالم عم نجيبه على لبنان ونكون الأوائل. كتير مرتب المركز، كتير كبير، في أشياء كل يعني الست بتفوت بتعمل كل شيء هي عايزته، بدت من تجميل، من أخصائي التغذية، من عم تقول في دكتور كمان للفريز، للستات اللي عندهم فريز وهالأشياء، فكتير حلو شيء جديد بصور. هذا حلم كان براود زوجتي من فترة طويلة يعني، وتحقق إن شاء الله، وكان عندي برضو حلم أن حققته في افتتاح مطعم بابايا خلف بارادايس، وإن شاء الله بندعي كل الناس. نحن نهار الأربعاء افتتاح الرسمي حيكون للمطعم، وألف مبروك للجميع إن شاء الله. الجدير بالذكر أن مركز بارادايز بلس بدأ يستقبل زبائنه مع خصم بنسبة 50% على كامل الخدمات حتى نهاية شهر شباط.